مش هتصدقوا ازاي مخرج سينمائي عرف يحل لغز جريمة قتل فضلت اكتر من 40 سنة مش محلولة. ازايكوا يا جماعة؟ بصوا، انا طول عمري مؤمن ان الكذب اخرته وحشة جدا، واي نوع من الكذب حتى لو كذبة بيضة. ما بلاش نكذب، ليه نكذب؟ واللي اكد كلامي هو الراجل اللي انا هحكي عليه النهاردة، عشان هو ما عملش حاجة في حياته الا الكذب. وبرضو حابب اقول لكم ان القصة دي مليانة احداث كتير جدا وتفاصيل اكتر كمان، فعشان كده انا بقول لكم هاتوا حاجة تاكلوها او تشربوها وانتوا بتتفرجوا على الحلقة دي، وعايزكم اهم حاجة انكم تركزوا في كل التفاصيل. بس قبل ما ابدا القصة عندي طلبين، واتمنى تكونوا انكم عملتوهم اول لما شفتوا ان الفيديو ده ظهر لكم. الطلبين كالعادة انكم تقفلوا النور وتحطوا السماعات، ويلا بينا نبدا في القصة. في 31 يناير سنة 1982 كان في بنت اسمها كاثلين ماكروماك، وكانت بتدرس طب في جامعة ألبرت أينشتاين. وبعد ما خلصت يومها الجامعي اتجمعت هي واصحابها عشان يخرجوا، وبعد اليوم الجميل اللي قضيته ده كانت لازم ترجع بيتها لجوزها. جوزها كان اسمه روبرت ديرست، وكان معروف عنه انه ابن واحد اسمه سيمور ديرست. الراجل ده وعيلته كانوا من اغنى العائلات اللي شغالين في مجال العقارات في نيويورك، بس روبرت كان مختلف شوية، وحتى كمان ساب الشغل مع أهله وبعد كده فتح محل الأكل الصحي اللي هو حاجة بعيدة خالص عن شغل العيلة يعني. المهم، بيت كاثلين وجوزها كان في حتة في نيويورك اسمها ساوث سالم، وفعلا كاثلين رجعت، بس في اليوم ده اتخنقت خناقة كبيرة قوي مع جوزها، وساعتها قالت إنها هترجع لبيتها اللي في مانهاتن. وروبرت حتى ما اعترضش على الموضوع ده ووافق، وقال لها إن أنا هوصلك بنفسي لمحطة القطر، وفعلا وصلها وشافها وهي بتركب القطر، وبعد كده راح يقعد مع صحابه شوية يفك عن نفسه. المهم ان هو بعد ما خلص القعدة دي مع صحابه وكان مروح، شاف كشك تليفون، وساعتها اتصل بيها عشان يطمن عليها ان هي وصلت، وهي قالت له ان كل حاجة تمام. بس الغريب ان من بعد المكالمة دي كاثلين اختفت وما كانتش بترد على تليفون بيتها تاني. فروبرت قعد كذا يوم مستني مكالمة من مراته، بس هي عمرها ما اتصلت بيه. وساعتها روبرت قلق جدا لدرجة ان هو كلم البوليس وحكى على اللي حصل، ومن هنا بدأت التحقيقات عن لغز اختفاء كاثلين. Sisters was a fourth year medical student here at the Albert Einstein College of Medicine, and she was to have a clinic class that morning, but she called up saying she wasn't feeling well. Good evening. She talked on the telephone with her husband and with a supervisor at a medical center, then she vanished. That was more than a week ago and no one has seen Kathleen Durst since. طبعا اول لما بدات التحقيقات قالوا اول حاجه هيعملوها ان هم يروحوا يسالوا بواب العماره. ساعتها بواب العماره قال ان هو شافها مرتين، بس في نفس الوقت عرفوا ان في الفتره الاخيره قبل ما كاثلين تختفي كانت بتروح تعالج جروح وشها في مستشفى اسمها برونكس، فيما معنى الكلام ده ان روبرت كان بيضربها كتير. وعرفوا برضو ان في الفتره دي كاثلين كانت عايزه تتطلق منه اصلا وتاخد حوالي 250 ألف دولار منه، بس هو ما وافقش ورفض فكرة الطلاق أصلا. والغريب إن هو ما بقاش مثلا أحسن معاها، هو في الواقع بقى أعنف بكتير. وساعتها عشان يعاقبها شال اسمها من البنك وقرر إنه ما يدفعش فلوس الجامعة، بمعنى إن هو كان عايز يمنع مراته من التعليم أصلا. وخلي بالكم إن التعليم كان بالنسبة لكاثلين كان شيء مهم جدا. طبعا بعد الكلام ده وبسبب إن في كمية خيوط بتربط اختفائها بروبرت، البوليس راحوا يفتشوا حوالين بيته وفتشوا في الزبالة بتاعته من غير اذن، وساعتها لقوا كمية حاجات روبرت رميها غير طبيعية. لقوا انه رمى كتب جامعتها ومكياجها ولبسها، لكنه كان عارف انها مش راجعة تاني. ومع ان كمية التحقيقات اللي حصلت دي بتأكد ان اكيد ليه علاقة في اختفائها، هما للأسف ما وصلوش لأي دليل قاطع يخليهم يقبضوا عليه، خصوصا ان روبرت كان برضو قدام الناس وقدامهم كان متضايق جدا وكان عايز يعرف ايه اللي حصل لمراته. وبسبب الكلام ده كله فضلت القصة دي لسنين ملهاش حل. في 23 ديسمبر سنة 2000 البوليس جات له رسالة من حد مجهول مكتوب عليها بيفرلي هيلز بوليس، بس لو تلاحظوا هتلاقوا ان بيفرلي هيلز مكتوبة بطريقة غلط، ولكن البوليس مركزوش قوي في الموضوع ده عشان هم ركزوا اكتر على الكلمة اللي مكتوبة جوه الرسالة، وهي كلمة كادافر ومعنى الكلمة دي جثة.
في نفس الوقت ده في واحدة كلمت البوليس وقالت لهم ان الست اللي عايشة جنبها بقالها كذا يوم مختفية، وقالت لهم ان برضو في رسائل كتير قوي عند باب جارتها ومحدش بيفتح ياخدهم، وكمان ما بتردش على التليفون، وباب بيتها الخلفي مفتوح وكلبها في الشارع بره. فساعتها طبعا البوليس اضطروا يتحركوا على طول من بعد ما جات لهم الرسالة والمكالمة دي. وفعلا لما راحوا ودخلوا بيتها لقوا جثة واحدة ست مضروبة بالنار في دماغها من ورا، والبوليس برضو لاحظ ان محدش مثلا كسر باب البيت ودخل، بالعكس البوليس كان متأكد ان اللي قتلها كانت حد تعرفه وهي اللي دخلته بيتها بنفسها. في خلال التحقيقات عرفوا ان الست دي اسمها سوزان بيرمان، وعرفوا برضو انها بنت راجل عصابات كبير جدا، الراجل ده كان اسمه دافي بيرمان. وطبعا اول لما عرفوا المعلومة دي قالوا ان الجريمة دي اكيد بسبب ابوها. She wrote about mobsters and she was the daughter of one. So when author Susan Berman was found of a single gunshot wound to the head at her Benedict Canyon home on Christmas Eve, all of the obvious questions came up. Mostly, was it a mob-style hit? بس ساعتها برضو عرفوا معلومة غريبة جدا، المعلومة كانت ان اقرب شخص ليها ويعتبر صديقها جدا كان واحد اسمه روبرت درست. ساعتها طبعا البوليس حسوا ان في اكيد حاجة مريبة ورا الموضوع ده، عشان في جريمتين واحدة منهم كانت قتل والتانية كانت اختفاء ونفس الراجل موجود في الاتنين. لما جم يدوروا اكتر على مين الست دي اكتشفوا ان هي نفس الست اللي دفعت عن روبرت لما اتهموه في قتل مراته، ومش بس كده لأ هي كمان قدمت عذر انه كان معاها ساعة الاختفاء. وساعتها طبعا ابتدوا التحقيقات معاها تاني، لما حققوا معاه قال ان هو ما يعرفش اي حاجه وما يعرفش ان سوزان ماتت اصلا، ودي كانت حاجه غريبه عشان سوزان زي ما قلت لكم كانت تعتبر من اقرب الناس ليه، ازاي حد تكون انت عارفه كويس وما تعرفش ان هو مات او حصل له اي حاجه. ولما عرفوه ان كان في رساله اتبعتت لهم روبرت قال ان اكيد القاتل هو اللي بعت الرساله دي، بس برضو بعد ما التحريات دي كلها والتحقيق ده كله خلص ما لقوش فعلا اي دليل يثبت ان هو راح لها البيت من اساسه، وساعتها القضيه دي برضو فضلت مفتوحه عشان لتاني مره ما وصلوش لاي حاجه. بس البوليس ساعتها حطوا روبرت في دماغهم وقالوا خلاص هم هيراقبوه، بس فجاه روبرت اختفى لما قضيه مراته اتفتحت تاني. في اكتوبر سنة 2001 البوليس لقوا اكياس سودا مرمية في حتة اسمها جلفستون باي في تكساس، وطبعا لما جم فتحوا الاكياس السودا دي اكتشفوا ان جواها اشلاء جثة. المهم ان البوليس بعد ما شافوا الاكتشاف المرعب ده عرفوا ياخدوا بصمة من ايد الجثة اللي لقوها جوه المية، وساعتها عرفوا ان الاشلاء دي بترجع لواحد اسمه موريس بلاك. ساعتها البوليس عرف ان عمنا موريس ده كان عايش في عمارة تبع واحد اسمه كلاوس جيلمان، فطبعا لما عرفوا هو مين موريس وعايش فين راحوا شقته. اول لما راحوا لقوا حاجة غريبة جدا، لقوا ان في خط دم جاي من شقته لغاية الشقة رقم 2 اللي كانت عايشة فيها واحدة باسم دوروثي سانر، فطبعا بعد ما شافوا الدم ده عرفوا يجيبوا اذن تفتيش على طول عشان يدخلوا شقة دوروثي. اول لما دخلوا الشقة ومن ناحية المطبخ شافوا خرابيش على الارض، وساعتها المحقق شال جزء من الأرضية عشان يشوف ايه اللي تحتيها، وساعتها لقوا بقع دم، ولما حللوا الدم اللي كان موجود على الأرض عرفوا ان ده دم موريس بلاك، بمعنى ان هو ده المكان اللي اتقتل واتقطع فيه. لما سألوا صاحب العمارة عليها صاحب العمارة قال لهم ان هي ست صماء، وقال برضو ان هي معظم الوقت ما بتكونش موجودة اصلا في البيت عشان هي بتسافر كتير جدا، وكان دايما بيشوف راجل بيروح لها البيت. ولما سألها على مين الراجل ده قالت عليه ان هو اخو جوزها. طبعا بعد الاكتشاف ده البوليس قلب العمارة كلها وقعدوا يدوروا ورا الموضوع ده كتير جدا، لغاية لما لقوا حاجة غريبة قوي في الزبالة اللي ورا بيت موريس. لقوا ريسيت لحد هيستلم بيه نظارة، ولو هتقولي ايه الغريب ده ريسيت لواحد هيستلم نظارة فيها ايه يعني، احب اقولك ان الاسم اللي كان مكتوب في الريسيت ده كان اسم روبرت درست. طبعا بعد الاكتشاف ده اول حاجة المحقق عملها ان هو راح لمحل النظارات اللي كان مكتوب اسمه في الرسيت. اول لما دخل قال للعمال لما الراجل ده يجي يستلم النظارة يكلموه على طول، وفعلا بعد كام يوم العاملين في المحل ده اتصلوا بيه، وساعتها البوليس قبضوا على روبرت درست للمرة الثالثة. بس قبل ما تقولي طب خلاص هما كده اكيد عارفين اللي فيها، احب اقولك ان الجريمة دي حصلت في تكساس، يعني هما ما يعرفوش اي حاجة عن روبرت درست ولا عن تاريخه. المهم وهما بيحققوا
ومعاه روبرت قال ان هو برضو ما يعرفش اي تفاصيل عن الموضوع ده، والبوليس كان عمال يعافر عشان بيحاولوا يلاقوا اي دليل يثبت ان ليه علاقة بموت موريس بلاك. بس ساعتها روبرت دفع كفالة بمبلغ 250,000 دولار عشان يطلع من الحبس لغاية لما يروح المحاكمة، لغاية لما يجي اليوم اللي كان موجود فيه في سوبر ماركت. الغريب بقى ان في اليوم ده اتقفش وهو بيحاول يسرق بلاستر وسندوتشات فراخ، بس الاغرب بقى انه كان معاه 500 دولار في جيبه، اللي هو طب انت ليه بتسرق وانت معاك فلوس؟ فساعتها راحوا عشان يفتشوا في العربية بتاعته، وساعتها لقوا مسدسين و37 الف دولار ومخدرات. بس اهم حاجة لقوها ان هم لقوا رخصة موريس بلاك، وساعتها اتأكدوا ان خلاص روبرت ديرست اكيد ليه علاقة بالقضية دي. نيويورك ريال استيت هير روبرت ديرست will be turned over to Texas authorities this week. He faces charges in the disbandment. في التحقيقات روبرت حس ان هو خلاص اتزنق وهيتكشف، فساعتها قرر يحكي على اللي حصل فعلا. اللي حصل ان موريس لاحظ حاجه غريبه في دورثي اللي هي الست اللي كانت عايشه في الشقه رقم 2. الحاجه الغريبه اللي لاحظها ان هي في الحقيقه راجل، فساعتها راح وسالها هي مين، فدورثي قالت ان اسمها الحقيقي هو روبرت ديرست. وطبعا السؤال المنطقي بعد الحاجه الغريبه اللي هو اكتشفها دي، سالوا انت ليه بتعمل كده، وروبرت جاوب وقال له ان هو كان عايز يخفي هويته ويستخبى من الناس كلها. ومن بعد الاجابه دي ابتدت علاقه صحوبيه جدا ما بينهم، عشان موريس كان متفاهم الموضوع ده جدا وقال له ان هو عدى بالموقف ده وان دي حاجه عاديه ان يكون الشخص عايز يهرب من شخصيته الحقيقيه او الماضي بتاعه. ولكن الصحوبيه دي انتهت لما روبرت في مره رجع بيته ولقى موريس قاعد جوه ومستنيه وبيتفرج على التلفزيون. ساعتها روبرت استغرب هو ليه يدخل بيته من غير ما يستأذنه، وقلق من تعبيرات وشه وخاف من فكرة ان موريس ممكن يكون خد المسدس اللي كان مخبيه في البيت. وفعلا خوفه طلع صح لما موريس قام من على الكرسي ورفع في وشه المسدس بتاعه. ساعتها طبعا دخلوا في خناقة عنيفة جدا، ومرة واحدة وسط الخناقة دي المسدس ضرب وموريس مات. بس المشكلة ان بعد تحقيقات كتيرة جدا المحكمة شافت ان هو مش جاني، عشان الجريمة تصنفت كجريمة دفاع عن النفس، عشان زي ما انتوا شايفين هو موريس هجم عليه في بيته مش العكس. For the verdict of the jury is such, will the jury find the defendant Robert Durst not guilty. وهنا روبرت بقى قال برضو حاجة غريبة جدا، قال ان هو قطع جثته عشان محدش كان هيصدقه لو قال القصة دي، وطبعا بسبب ان هو قطعه ومش لاقين راسه اللي اصلا روبرت قال انه ضربه فيها، ما كانوش عارفين يثبتوا ان الكلام ده حصل ولا لا. وحتى لو قتل موريس بسبب الدفاع عن النفس، ليه ممكن يقطعه اصلا بالمنظر ده؟ وحتى طريقة التقطيع كانت مظبوطة لدرجة ان هم شكوا ان هو عمل كده قبل كده، ولما سألوه السؤال ده قال ان دي اول مرة في حياته يقطع شخص. انا حاسس ان هو جاوب على السؤال ده كان حد بيساله انت اكلت سوشي قبل كده ولا لا، وبرر ان هو عرف يقطعه بالشطاره دي كلها عشان في دكتور قال له ان التشريح بيبقى عامل زي تشريح الفرخه. طبعا بعد اللي روبرت قاله ده جابوا له دكتور نفساني على طول وقعد يفحصه حوالي 70 ساعه، وساعتها طلع عنده مرض نفسي باسم اسبرجر. ده ايه الاسم الغريب ده؟ المهم ان المرض ده نوع من انواع التوحد، واعراضه ان الشخص ممكن يكرر نفس السلوكيات حتى لو كانت غلط. وانا هنا مش فاهم الصراحة ازاي المحكمة بعد كل الكلام ده كله كانت شايفاه مش جاني. ومش كده بس يا جماعة، لا ده اتحكم عليه في 2003 بخمس سنين بس في السجن، وعلى فكرة الخمس سنين دولة ما كانوش بسبب جريمة قتله لموريس بلاك. في الواقع الخمس سنين دولة كانوا بسبب ان هو ما حضرش مواعيد المحكمة بعد ما دفع الكفالة اول مرة قبضوا عليه فيها، وكمان بسبب ان هو ما اعترفش من الاول ان هو اللي قتل موريس بلاك. وانا برضو مش عارف ازاي مركزوش على اخر جملة ان هو قتل موريس بلاك، يعني انت عاقبته عشان هو ما قالش مش عشان قتله فعلا. لا قضاء رهيب الصراحة يعني. وعايزين بقى تعرفوا اكتر حاجة غريبة، ان هو خرج من السجن بعد 3 سنين، وساعتها روبرت ديرست رجع عايش معانا عادي جدا كأنه كان بيقطع فرخة فعلا زي ما قال. 5 4 3 2. في 2011 نزل فيلم باسم All Good Things. الفيلم ده كان مستوحى من قضية اختفاء مرات روبرت ديرست. الفيلم ده بقى عجب روبرت ديرست جدا، وساعتها كلم المخرج وبيقوله ان ده وقت اني اقول القصة من خلالي. الناس طول السنين دي كانت فاكراني انا اللي قتلت مراتي، بس في الحقيقة انا ماليش علاقة بالموضوع ده خالص، انا لازم ابرأ نفسي. طبعا المخرج اللي اسمه اندرو جيريتسكي حب الفكرة جدا، وفعلا قعدوا مع بعض سنين لغاية لما اخرج فيلم اسمه
اسمه The Jinx في 2015. بس روبرت اللي ما كانش متوقعه ان الفيلم ده هو اللي هيغير حياته للأبد. في الفترة اللي روبرت قعد فيها مع المخرج، روبرت كان بيحكي القصة من ناحيته وايه اللي حصل له والمعاناة اللي مر بيها لما اتهم بقتل مراته، وطبعا قعد يقول ان هو بريء من الافعال دي كلها، وحتى كمان كان بيوريله كل حاجة متعلقة بالقضية. بس في حاجة معينة ابن جوز سوزن عرفها، الحاجة دي كانت رسالة مبعوثة لسوزن من روبرت ديرست لما كانوا صحاب جدا زمان. بس لو ركزتوا على العنوان هتلاقوا ان العنوان بنفس غلطة كلمة بيفرلي هيلز اللي كانت مبعوثة للبوليس قبل كده، وكمان بعيدا عن انها نفس الغلطة لو بصيتوا هتلاقوا ان هو نفس الخط برضو. فساعتها المخرج قرر انه يواجه روبرت بالكلام ده قدام الكاميرا من غير ما يقول للبوليس حتى على اللي اكتشفه ده عشان يخلص برضو الفيلم بتاعه. انا المخرج ده محترمه جدا الصراحة. طبعا روبرت لما توجه له الكلام ده ابتدى يرتبك قوي عشان حس ان الانترفيو اللي كان هيحسن سمعته هو نفس الانترفيو اللي هيوقعه، وقال للمخرج ان هو فعلا كتب الرساله الاولانيه دي بس هو عمره ما بعت اي حاجه للبوليس. وبعد ما المقابله خلصت وطفوا الانوار روبرت قام ودخل الحمام، بس هو ما كانش عارف ان المايك كان لسه شغال وان فريق العمل كان كله سمعه وهو بيكلم نفسه وبيقول حلو قوي الدليل اللي بيجي من عند ربنا ده. الدليل ايه؟ لا ده اعتراف من عند ربنا كده. طبعا بعد الحوار ده اثبتت عليه تهمة قتل سوزن واتقبض عليه في 2019، وساعتها اعترف بكمية حاجات محدش كان عارفها. اعترف بانه ما كلمش مراته يطمن عليها زي ما قال في الاول، وكمان هو اللي كلم جماعتها مش كاثلين وصحابه اللي قعد معاهم بعد ما وصلها للقطر. في الواقع الكلام ده ما حصلش عشان صحابه قالوا ان عمره ما جه اصلا، وحتى بواب العمارة اللي كاثلين كانت عايشة فيها في مانهاتن في الحقيقة هو عمره ما شافها. واعترف ان سوزن كلمته وقالت له ان البوليس محتاج يحقق معاها تاني لما قضية اختفاء مراته اتفتحت تاني زي ما قلت. بس لما راح لها لقاها ميتة، فعشان محدش يشك فيه مشي وبعت الرسالة الغريبة دي للبوليس. بس طبعا حتى وهو بيقول الحقيقة كان بيكذب عشان روبرت هو اللي موتها بنفسه لما سوزن قالت له ان هي هتقول الحقيقة. طبعا بعد الكلام ده قضية كاثلين اتفتحت تاني، والمرة دي ما كانتش قضية اختفاء، دي بقت قضية قتل، وناس كتيرة كانت شايفة ان هو قتلها زي ما قتل موريس وقطع جثتها كمان. واخيرا في 17 سبتمبر 2021 اتحكم عليه بالقتل من الدرجة الاولى في قضية سوزن، وبكده روبرت هيقضي حياته كلها في السجن من غير ما يكون عنده امكانية الافراج المشروط. وبعدها بشهرين رسميا اتهموه ان هو قتل مراته، بس للأسف الاتهام ده مكملش عشان هو توفى في 2022. انا الصراحة يا جماعة بعد ما سمعت عن القضية دي انا بجد كان نفسي ان هو كان يفضل عايش عشان يتحبش شوية، اصله مش ممكن مش بعد ما اخيرا اثبتت عليه التهم دي يموت. يعني مش ممكن، يعني الراجل ده عاش حياة مليانة بالكذب والقتل، وانا شايف ان هو بجد نهايته كانت مفروض تكون اوحش من كده. يعني انا الصراحة كان نفسي ان هو يتعدم، وحتى لما جيت كلمت فرح بعد ما بعتت لي سكريبت الحلقة دي وقلت لها طب بقولك ايه بالنسبة للنهاية بتاعته الغريبة دي انت شايفة ايه، كان مفروض ايه برضو يكون الحكم بتاعه، قالت لي يا باشا برضو يتعدم عشان اللي حصل ده ما كانش عادل لاي حد من التلاتة اللي قتلهم. بس هنعمل ايه؟ زي ما انتوا عرفتوا رايي في العقاب اللي كان مفروض يحصل له وعرفتوا راي فرح برضو، قولوا لي في الكومنتات تحت انتوا شايفين كان ايه المفروض يكون عقاب الراجل ده. ولكن في الاخر هتفضل دي واحدة من اغرب واكتر القضايا الغريبة اللي شفتها في حياتي، ولكن برضو دي اكدت لي حاجة كمان، ان مهما كان الانسان ذكي مهما كذب على الناس ومهما حاول يستنصح عليهم نهايته كده كده هتيجي في يوم من الايام. طيب يا جماعة اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، بقالي فترة بشوف كومنتات الناس بتقول احنا عايزين تفاصيل اكتر وعايزين الفيديوهات اطول، فاحنا قلنا نجرب بالفيديو ده والقضية دي وكده كده كانت مليانة تفاصيل كتير جدا. فقولوا لي في الكومنتات تحت لو عجباكم القصص بالتفاصيل الكتير دي، طبعا بعد ما تكتبوا لي انتوا كنتوا شايفين مفروض نهاية الراجل ده تكون عاملة ازاي، يعني ده مبدئيا كده كده. وفي الاخر اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في القصة الجاية والقضية الجاية. سلام.